هرجع تاني لمهرجان العالمين، لانه امبارح كان في حفل يمكن شاهد حضور جماهيري كبير جدا لنجم ويجز اللي غنى مجموعه من ابرز اغانيه وتفاعل معاه بشكل كبير جدا جدا الجمهور. كمان في ختام الحفل كان في استعراض مبهر بالالعاب الناريه اللي كل الناس الحقيقه تحدثت عنه ونال اعجاب الجميع. تقولوا بس العمل قل اثبتك ما اثبتش منتهى الصعب ماليش حل تمنعكم كيجي كله سهل سميل انا يوم ما احط بنزين فول تانك 98 لو في 108 حلوين احنا على 208 حاطين كيف كده واللي اقولوها ماشي